تلقى له الترانيم الحلوة دي، ربنا يبارك في خدمتهم. نشكر إخواتنا الخادمات اللي قالوا الترانيم الحلوة دي، ربنا يبارك في خدمتهم ويعوضهم تعب محبتهم. وزي ما قالت الترنيمة، دول المفديين بالدم السمين. احنا دلوقتي في أول النهاردة، كان أول توت ذكرى أبائنا الشهداء اللي حفظوا الإيمان بدمهم، ولولا هذه الدماء ما كانش هيبقى دلوقتي في إيمان خالص. ودي حرب قديمة أعلنها الشيطان على الكنيسة من وقت الفداء ما تم، فهو أعلن الحرب عن طريق أعوانه اللي كانوا موجودين في الدولة الرومانية في الوقت ده. أباطرة كتير جم قبل دقلديانوس كانوا برضو صعبين، لكن هو كان أصعبهم. الشهداء قدموا دمهم وحياتهم من أجل اسم السيد المسيح، لكن بالتأكيد كانوا هم اللي فازوا في الآخر، هم اللي انتصروا. انتصروا ازاي؟ طبعا أول حاجة هم خدوا الحياة الأبدية. مش بس خدوا الحياة الأبدية، ده بقوا في أعلى الدرجات، زي ما القديس بولس الرسول بيقول: نجما يمتاز عن نجم في الرفعة. يعني في السماء في الملكوت مش هيكون الناس كلها زي بعضها في التمتع بالله، في درجات، مش كلنا زي بعض. فيه ناس وهبت حياتها كلها لاسم السيد المسيح، استشهدت علشان تحافظ على الإيمان. في ناس راحت الصحراء وقعدت طول حياتها هناك، مش معقول هيتساووا بالناس العاديين. كلنا هنتمتع ولكن مش بنفس الدرجة. نجما يمتاز عن نجم في الرفعة، والشهداء هم في مرتبة عالية. عشان كده احنا في الكنيسة لما بنيجي نردد الألحان نذكر الشهداء قبل ما نذكر المعترفين ونذكر القديسين والنساك والسواح. الشهداء الأول. ليه الشهداء الأول؟ لأنهم قدموا أعظم درجات الحب. ليس لأحد حب أعظم من هذا، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. هو ده أعلى درجات الحب، إن أنا أقدم نفسي. في المقابل الله وهبهم الحياة الأبدية. والحاجة التانية، هؤلاء الشهداء ما ماتوش. يعني إيه؟ يعني هم في السماء دلوقتي أحياء بيصلوا عننا، وهم على الأرض أحياء عن طريق القصص بتاعتهم وعن طريق معجزاتهم. مفيش بيت مسيحي قبطي تقريبا يخلو من أن يذكر قصص المعجزات للشهداء. ماري جرجس عمل، القديس أبو سيفين عمل، القديس ماريمينة عمل. إذن هم وإن كانوا قد تركوا الأرض فما زالت سيرتهم بتتردد وسطينا. تركوا الأرض لكن بالجسد، ولكن عاشوا بسيرتهم الحلوة جوانا، عاشوا بمعجزاتهم معانا. ما زال اسمهم بيتذكر. كل أمر نقابله ونلاقيه صعب نقول يا ماري جرجس وقف معنا، يا أبو سيفين وقف معنا، يا قديسة مارينا، بنستدعيهم. لم يتركوا قلوبنا ولا فكرنا، وإن كان قد تركوا العالم بأجسادهم ولكنهم ما زالوا أحياء بأعمالهم وسيرتهم الحلوة. فهم ما ماتوش جوانا، بالعكس هم أحياء جوانا أكتر من ناس كتير بنشوفهم على الأرض لكن بعيدين عن الله، أو ناس تكون أعمالهم غلط محدش يذكرهم. عايشين معانا لكن احنا مش عاوزين نذكرهم، ولو حد ذكرهم ما يذكرهمش بسيرة كويسة. هو دول القديسين اللي عاشوا مع السيد المسيح، بيفضلوا عايشين في السماء منتصرين، ويفضلوا عايشين على الأرض معانا
كشفعاء لينا، كناس أصحاب معجزات، كناس بيقدموا طلبات ويساعدونا، بنحس بيهم. وفي بعض الناس فعلى الأرض ليهم علاقة خاصة بالشهداء لدرجة إن هم ممكن يظهروا لهم في بعض الأحلام والرؤى وبيعملهم معجزات كتير، فهم في الحقيقة ما ماتوش. الحاجة التانية، يبقى الحاجة الأولى هم خدوا السماء بأعلى درجاتها، خدوا المجد في أعلى درجاته. والحاجة التانية هم ما ماتوش بالواقع العملي، مش موجودين قصاد عينينا بالجسد، لكن موجودين قصادنا بالمعجزة، وموجودين قصادنا بالسيرة الحلوة وبالظهورات، الظهورات بتاعتهم اللي بتتكرر في أماكن كتيرة بمجد عظيم، ما زالوا أحياء. الحاجة التالتة، هم ما راحوش لوحدهم السماء، راحوا وخدوا معاهم آلاف من الناس. اللي يقرأ سيرة ماري جرجس يبص يلاقيه 7 سنين بيتعذب، كل عذاب يتحمله ماري جرجس وربنا ينقذه منه، آلاف من الناس تعترف بالسيد المسيح وتعلن إيمانها فينالوا أكاليل الشهادة بسبب ماري جرجس. يبقى ماري جرجس ما دخلش لوحده، ماري جرجس خد معاه آلاف من الناس للملكوت. فيه شخص يحارب عشان يدخل لوحده ويقول يا رب دخلني أنا بس وانقذني، ده بس لو عرفت أدخل. ده مش داخل لوحده، ده داخل ومعاه آلاف تاني. يا رب أنا داخل الملكوت وجايب لك ناس كتيرة قوي معايا بالآلاف، وممكن يكونوا بالملايين، لأنه عبر السنين والأزمان يا ناس اتشفعوا بالشهداء، والشهداء ساعدتهم وبمساعدتهم ومعجزاتهم وصلتهم معاهم للملكوت وللسماء، وبظهورتهم ناس كتيرة أمنت بالسيد المسيح. ما زال الشهداء يعملون في كرم الله، ما زالوا يخدمون الناس ويدخلوهم الملكوت. شفنا ناس في منتهى العنف وناس صعبة، لكن تقف قدام صورة ماري جرجس ويقول لك إلا الشهيد ما أقدرش، البطل ما أتكلمش عليه، ويبقى شخص صعب، وقد يكون شخص يعني عنيف، وممكن يكون عمل جرائم، لكن بسبب هؤلاء الشهداء رجعوا تاني لحضن المسيح وتابوا. يبقى الشهداء ما زالوا يخدموا لحد دلوقتي، مش هيدخلوا لوحدهم السماء، هيدخلوا ويدخل معهم آلاف وقد يكون ملايين. بس ساعة سيرتهم ونتيجة العذابات اللي هم تعذبوها، كان كل ما يحتملوا عذاب من العذابات دي يؤمن الكثير من الناس باسم السيد المسيح. يبقى إلى الآن في ناس بتدخل الملكوت وتدخل معاها هؤلاء الأبطال بسببهم، هم دول الشهداء. دماءهم الزكية حفظت الكنيسة قديما وما زالت تحفظها إلى الآن، لأنه ناس كتيرة بترجع عن طريق المعجزة وعن طريق الصلوات اللي هم بيقدموها. يبقى هم نالوا أعلى درجة من درجات السماء، هم ما زالوا أحياء، هم ما دخلوش لوحدهم، لا ده دخل ودخل معاهم ناس كتيرة قوي قوي قوي، دخل زمان على أثناء عذاباتهم وما زال يدخل إلى الآن. ناس تتوب كتير عن طريق الشهداء فقط، لأنهم مؤمنين بيهم وبيساعدوهم كتير. في مرة أمنا إيريني كانت بتذكر قصة لوحدة كانت من زوار الدير، وأمنا إيريني بتقول كنت بصة من الشباك، وبعدين ألاف الناس، ناس كتير قوي بتروح، كان وما زالت تروح في عيد أبو سيفين، فلقت واحدة يعني بتبكي جامد قوي، فقالت لأم رهبة معاها هاتي لي الأخت اللي بتبكي دي. فالأم الرهبة بصت قالت لها وش معنى يا أمنا أنت عاوزة دي؟ قالت لها أصل دي بتبكي. قالت لها ما فيه ناس كتيرة بتبكي. قالت لها لا بس دي بتبكي بزيادة. هي ما فهمتش، قالت لها حاضر.
طبعا القديسين بيبقى ليهم درجة من درجات الاستنارة والشفافية، بيبقى ليهم كده إحساس معين. هي حست إنه دي مشكلتها يعني صعبة قوي، فجابتها وقالت لها مالك يا ست، عمالة تبكي بحرقة كده ليه؟ قالت لها جوزي مطلع عيني، ما فيش يوم غير أصبح الصبح على علقة وبالليل على علقة، وشخص صعب، وطول النهار طول النهار في الشغل، وبالليل يقضي له 3-4 ساعات على القهوة يشرب شيشة ويشرب خمور، وشخص صعب جدا جدا وعنيف جدا معايا ومع أولاده، وفيه ضلع من ضلوع اتكسرت بسببه، وبتعرض لآلام شديدة جسدية ونفسية بسببه. فقلت لها طب ما تخافيش، أنا هصلي لك لأبو سفين وأبو سفين يتصرف معاه. فالناس قالت بس أبو سفين بقى هيروح يديله درس، يديله علقة كده خلي الراجل يتوب ويرجع. المهم صلت أمنا إيريني، وفي الليلة دي جاله أبو سفين ما يعرفش، الراجل بيقول أنا ما أعرفش أنا كنت في حلم ولا كنت صاحي، أنا تقريبا مش عارف، يمكن كنت صاحي بس اللي شايفه ده مش معقول، شايف شخص في منتهى القوة فتح الباب ودخل عليا وصحاني، قال له أنت قوم. نسيت أقول لكم الست دي بسبب مقابلتها لأمنا إيرين اتأخرت شوية في الوقت، فروحت إيه متأخرة، فخدت يعني علقة بزيادة شوية عشان التأخير، وقالت له ده أنا رحت لأبو سفين وخليت أمنا إيريني عشان تصلينا. قال لها لا لا أمك لا أمنا إيريني وأبو سفين ولا أبو سفين بتاعك ده هيعمل لي حاجة، ولو جالي هنا أنا مش هدخلهم البيت وهضربهم. فيعني إدها يعني هي خدت الست كمان يعني علقة بزيادة بسبب إيه موضوع أمنا إيريني ده. المهم نام في الليلة دي ولقى شخص عظيم دخل وفتح الباب، الراجل ما تخضش لأنه كان قلبه جامد جدا، وصحاه قعد كده جنبه على السرير، قال له أنت مين؟ قال له أنا أبو سفين. طبعا مهابة عظيمة، الشهداء لما بيظهروا بالنور بتاعهم وبمهابتهم حاجة ما يقدرش حد يقف قصادها. قال له طب وعاوز مني إيه؟ يعني الراجل مش صلى ولا حاجة، بالعكس كراجل صعب خالص. بدأ يتعامل معاه يقول له فاكر فلان الفلاني؟ قال له فلان الفلاني اه ده كان زميلي. قال له فاكر مات ازاي؟ قال له اه ده مات فجأة، انا حتى كنت اتأثرت لانه ما كانش بيعاني من حاجة. قال له طب وفاكر فلان الفلان؟ وقعد يكلمه عن قصص وحاجات من حياته. طبعا الراجل اتشد، ايه ده عارف حاجات كتيرة قوي في حياتي، لاحظوا ان احنا بنتكلم عن شخص ما يعرفش لا كنيسة ولا ربنا ولا المسيح ولا حاجة خالص. فبدأ ينتبه، قال له عارف هما فين؟ قال له لا معرفش. قال له تحب تعرف؟ قال له يا ريت. قال له في مكان صعب قوي 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 قوي، تحب تكون موجود في المكان ده؟ قال له لا محبش اكون موجود. قال له تحب تكون موجود في المكان حلو؟ قال له اه لا لا انا مش عاوز المكان الوحش ده، بلاش منه لو سمحت. قال له يبقى في الحالة دي عشان ما تكونش زي زمايلك اللي قبل كده ماتوا، يا ريت ترجع وتتوب، عامل مراتك كويس، اعترف وارجع تناول في الكنيسة وقرب من ربنا. والراجل ده تاني يوم يدخل لأول مرة الكنيسة ويرجع لربنا ويعترف وياخد خدمة، ويبقى خدمته هي خدمة الناس اللي زيه، الناس الصعبة، الناس الجامدة اللي ملهاش دعوة بالكنيسة، اللي طول النهار برة في الشارع، الناس هي دي خدمته. يبقى بسبب الشهداء مش الراجل بس لوحده يتوب، لا ده يتحول هذا الشخص الصعب القاسي إلى خادم أمين يجيب ناس كمان للسيد المسيح. يبقى شوف الشهداء قد إيه بيخدموا وقد إيه بيعملوا معجزات عظيمة. ولاحظ حاجة مهمة، صدقوني رجوع شخص إلى حضن الله وتوبته أهم من شفاء شخص من مرض جسدي. يعني إحنا في العالم يقول بص المعجزة العظيمة ده كان شخص عينيه تعبانة وفتح، ده كان شخص عنده مرض خطير واتشفى منه، ونفرح قوي بالمعجزة دي.
لكن في الحقيقة الشخص اللي هو اتشفى ده ما هو ممكن يرجع يغلط تاني ويهلك، لكن الأهم هو الشخص اللي يتوب ويرجع لحضن المسيح. دي المعجزة الحقيقية، دي المعجزة الدايمة المستديمة، دي اللي ربنا عاوزها. المعجزة دي بتحصل كتير بس احنا بنهتمش بيها ومنعتبرهاش معجزة عادي. لا، رجوع شخص لحضن المسيح مرة تانية وتوبة شخص عند الله ده عمل عظيم، ده عمل مهم جدا جدا جدا، بس ما بياخدش في قيمته قدام الناس زي المعجزات العادية. دي حياة الشهداء، ما زالت اللي ما زالت حية وسطينا وبتعمل معانا، وإحنا من حظنا إن إحنا كنيسة شهداء. أحد الآباء في القرن الرابع قال، كان العلامة ترتليان، العلامة ترتليان ده كان من روما من إيطاليا، قال لو وضعنا كل شهداء العالم في كفة ووضعنا شهداء مصر في الكفة الأخرى لرجحت كفة شهداء مصر. يعني مصر قدمت عدد من الشهداء أكتر من كل الشهداء اللي قدمتهم الكنائس التانية على مر في عصور الاستشهاد. مش هنقول على مر التاريخ، لأنه على مر التاريخ حصلت أحداث كتيرة مع ناس كتير، لكن في عصور الاستشهاد تحديدا مصر قدمت أعظم نماذج الاستشهاد وأكبر عدد من نماذج الشهداء قدمتهم مصر. ولذلك نحن نفرح ونصر إن إحنا أبناء هؤلاء الأبطال العظماء اللي فادوا الكنيسة كلها بدمائهم. ونلاحظ إنه مصر قدمت أعظم نماذج الشهادة وأكبر عدد من الشهداء، وقدمت أعظم نماذج الرهبنة وأكبر عدد من الرهبان، وقدمت المدارس الرهبانية كلها، وقدمت الآباء العلماء اللي حفظوا الإيمان لنا لحد دلوقتي، القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس عمود الدين والقديس ديسكوروس، اللي ما زالت أقوالهم وكتاباتهم بيستعين بها العالم المسيحي كله في العقيدة وفي إثبات لاهوت السيد المسيح. كل هؤلاء الأبطال العظماء من الشهداء والرهبان والقديسين كانوا من مصر. فنحن أرض الإيمان، أرض الحفاظ على العقيدة، ودي حاجة نفتخر بيها كلنا. قدمنا أعظم نماذج الشهادة وأعظم نماذج الرهبنة وأعظم نماذج اللاهوتيين، فيجب أن نفتخر بهذا التاريخ وهذا التراث ما ننكروش، لأنه ده حقنا، ده تاريخنا اللي لازم نفتخر بيه، دول أجدادنا اللي لازم نتمتع بيهم، نتمتع بمعجزاتهم ومساعدتهم، نتمتع بصلواتهم اللي بيقدموها عننا، نتمتع بإيمانهم اللي إحنا لسه شايلينه في قلوبنا عن طريقهم هم. ما تفتكروش إن هم انتقلوا خلاص، لا، ما هو سابوا أبناء ليهم، والأبناء دول سلموا لبعدهم وسلموا لبعدهم، وما زلنا إحنا النهاردة موجودين في الكنيسة ببركة صلواتهم وبركة أعمالهم، بركة معجزاتهم. فما ننساهمش، لأنهم هم مش بينسونا أبدا. وأوعوا في حياتنا حد يقول أصل الكنيسة برة منظمة وإحنا عندنا هنا فيها رجالة، أصل الكنيسة برة عندهم نظام في التعليم معين وإنت أصل هنا ما عندكش. افتخر بتاريخك، ما فيش كنيسة في العالم تمتلك هذا التاريخ العظيم ولا هذا العدد المهول من أبطال الإيمان. صعب إنك تلاقي الكلام، صعب. ما فيش كنيسة حصلت فيها هذا العدد من المعجزات وهذا العدد من الظهورات. وعلشان ما نكونش بنقول كلام مبالغ فيه، في أفلام بتتكلم عن ظهورات العذراء في العالم كله على ممر التاريخ، مش هنلاقي الظهور للعذراء زي الظهور في العذراء الزيتون، لا في وقت وقوة الظهور، ولا في قوة الظهور، ولا في المعجزات اللي صاحبت الظهور.
والظهورات التانية اللي كانت في الأرض، البابا دوبلو واللي كانت في بولاء واللي كانت في أسيوط، دي كلها ظهورات قوية وأقوى من الظهورات كلها اللي في العالم برضو. بس احنا بنقول الزيتون بس كمثال، يعني يمكن عشان احنا موجودين في الزيتون، ويمكن عشان الظهور في الزيتون كان لمدة طويلة وبوضوح. لكن صدقوني الظهورات كمان للأرض القديسة البابا دوبلو في القديسة دميانة، ولا الظهورات اللي في أسيوط، ولا الظهورات اللي في بولاء، ولا الظهورات اللي لسه هتيجي، كلها في منتهى القوة. كل مكان مش هتلاقوا زي مصر، ومش هتلاقوا الظهورات دي غير في مصر. وفي أفلام عملوها أجانب مش مصريين، شوفوها وشوفوا هم بيحكوا عن الظهورات اللي في العالم والظهورات اللي في مصر. ظهورات واضحة لكل الناس، ظهورات لساعات طويلة. الظهورات التانية اللي حوالين العالم دقايق، وظهرة العذراء لعدد من الناس بسيط، 3-4 أفراد، لكن تظهر للعالم كله لساعات طويلة، وبخور ومعجزات وحمام نوراني ومناظر نورانية وسماء بتنور. مش هتلاقوا زي مصر. نحن في أرض باركها السيد المسيح، وبركتها القديسة العذراء مريم، ودم الشهداء طهرتها من كل أفكار خاطئة ومن كل أعمال شريرة. ربنا يبارك في حياتكم ويحافظ على كنيستنا، وحفظنا عن كنيستنا عن طريق الحفاظ على إيمانكم. كل واحد فينا داخل بيته بيمثل كنيسة، كل أسرة من أسرنا هي كنيسة صغيرة. فلو حفظنا عليها، ولو حفظنا على أولادنا وقدمناهم كأبناء لحضن المسيح، فإحنا قدمنا حاجة عظيمة لربنا. ربنا يبارك فيكم ويبارك في حياتكم ويحافظ على كنيستنا، ونفتخر بيها على ممر الأزمان والعصور، لأنها حقا تستحق الفخر والتعظيم والكرامة. حقيقي كنيستنا تستحق، لأنها استحملت كتير وما زالت بتستحمل وهتستحمل. ربنا يبارك فيكم.